كشفت دراسة سنوية حول رضا العملاء والوعي بخدمات الحكومة الإلكترونية ومدى تأثيرها على المتعاملين وتفاعلهم مع الجهات الحكومية عن وصول مستوى رضا العملاء حول الخدمات الإلكترونية إلى 78%، حيث شملت الدراسة عينة بحجم حوالي 3000 شخص ممثلين لقطاع الأفراد والحكومة والأعمال من جميع محافظات المملكة. وتعد هذه الدراسة الرابعة من نوعها على التوالي التي يتم تنفيذها كجزء من متطلبات الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية بمشاركة خبراء وباحثين استنادا إلى معايير المهنية والشفافية. وأظهرت الدراسة الوصفية أن نسبة الوعي بالخدمات والقنوات الإلكترونية في جميع القطاعات قد بلغت 89%، وهو ما يؤكد نجاح التوجه الحكومي الرامي إلى تطوير الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها بناء على توجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. كما كشفت الدراسة عن بلوغ نسبة الاستخدام على القنوات الإلكترونية 85% بشكل عام، وهو ما يؤكد زيادة الإقبال على إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيا ضمن منهجية التحول الإلكتروني في المملكة في إطار إعادة هندسة إجراءات الخدمات.